حياكم الله أحبتنا المشاهدين ذوو الشهداء والجرحى الكرام، ونحن نلتقيكم على بركة الله ضمن سلسلة حلقات برنامجنا وبرنامجكم الخدمي خدمتكم واجبنا. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز الخدمات اللي تقدمها مؤسسة الشهداء لكافة الشرائح، منها شريحة الشهداء النظام البائد، وشريحة الشهداء ضحايا الإرهاب، وشريحة شهداء الحشد الشعبي. نطل عليكم من خلال منصات التواصل الاجتماعي اللي خاصة بمؤسسة الشهداء، منها الصفحة الرسمية لمؤسسة الشهداء اللي هي رئاسة الوزراء مؤسسة الشهداء، وصفحة استوديوهات الخالدون. ما عليكم إلا الاتصال بنا من خلال الأرقام اللي راح تظهر إن شاء الله أسفل الشاشة لاستقبال مشاركاتكم والاستماع إلى أسئلتكم واستفساراتكم وطلباتكم ومتابعتها بكافة تشكيلات المؤسسة من دوائرها ومديرياتها وأقسامها الخدمية. مثل ما دائما ننوه لكم مشاهدين الكرام أنه بعض الأمور أو النشاطات اللي حثت فيها المؤسسة خلال الأسبوع الماضي أو الأشياء اللي تخص ذو الشهداء لكافة الشرائح، مثل ما تعرفون أنه يعني متابعين صفحتنا الرئيسية لمؤسسة الشهداء اللي ذكرناها بداية اللي هي رأس الوزراء مؤسسة الشهداء قبل أيام، أنه أطلقنا إعلان خاص بخريجي الدراسات الإعدادية العلمي حصراً وخريجي الدراسة المتوسطة للتقديم على أكاديمية البحرية اللي تابعة لوزارة الدفاع. كثير من الأسئلة اللي توردنا من خلال يعني بخلال هذا الموضوع اللي هو يعني من المقبولين وشون يتم التقديم وكذا، الآن ما عليكم إلا الحضور إلى قسم الرعاية العلمية اللي تابع لمؤسسة الشهداء اللي كان بالجادرية مقابل جسر العفو مجاور جسر ذا الطابقين. هنا تحضرون وجلب مستمسكاتكم ومجرد تاخذ كتاب الترشيح فقط الآن، وإن شاء الله يوم غد أو بعد غد راح ينفتح الرابط الخاص بالتقديم من خلال وزارة الدفاع، وأيضا إحنا إن شاء الله ننشره وننوه عليه حتى بإمكانكم الدخول عليه هاي الأيام، إنه تحضرون إنه للمؤسسة أو مديريات التابعة لدائرتنا لمؤسسة الشهداء في كافة المحافظات الشعبة العلمية، بإمكانكم هناك جلب كتاب الترشيح ليتسنى لكم التقديم إن شاء الله، ونتمنى الموفقية لكافة المتقدمين. نعم، عندنا اتصال. نعم نعم، وين اتصال؟ نعم نعم، تفضل، من ويانا؟ للأسف ما جاي يسمعنا. نرجو من الأخوة المتصلين أنه سمعنا من خلال الهاتف وترك البث حتى لا يصير صدى بالصوت ويفقد الاتصال. نعم أحبتنا، وأيضا من ضمن الإعلانات اللي أعلنت عليها مؤسسة الشهداء اللي هي الأمور اللي خاصة بالشهداء العسكريين، يعني أيضا يوم أمس أنه طلقنا الإعلان اللي خاص بالشهداء العسكريين، شهداء نظام البائد العسكريين، أنه ذوي الشهداء اللي بالقوائم اللي نشرناهم قبل يوم أنه يراجعون من اليوم، يعني من اليوم الاثنين إلى بعد يوم الاثنين، مستصحبين معهم القسام الشرعي اللي خاص بالشهيد لغرض إكمال معاملاتهم واستلام الصكوك الخاصة بهم. كثير من ذوي الشهداء أيضا يسأل على مديرية شهداء الكرخ أنه شو وقت تستقبل مواطنين وشو وقت يباشرون العمل بالدائرة الجديدة مالتهم مقرهم. إن شاء الله مديرية شهداء الكرخ راح يصير عندها موقعين، الموقع الأول خاص بشهداء ضحايا الإرهاب فقط اللي هو راح يكون إن شاء الله في حي الإعلام، وراح ننوه عن مكانه بالضبط ليستنى لذوي الشهداء المراجعة، والباقي المديرية راح تكون في البياع إن شاء الله، وأيضا راح نعطيكم العنوان المضبوط بعد ما يباشرون العمل باستقبال المواطنين وإنجاز معاملاتهم. نعم، كثير أيضا من ذوي الشهداء أنه يعني من خلال منصتنا الميدانية، يعني إحنا تعرفون مو بس هذه المنصة الإلكترونية اللي هي خدمتكم واجبنا، يعني من خلال منصتنا الميدانية أيضا نحب ننوه أنه منصتنا الميدانية مستمرة كل يوم جمعة في شارع المتنبي في المركز الثقافي البغدادي، أيضا من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 12:00 بعد الظهر. نعم، ويانا اتصال أخ فراس. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله عزيزي. استاذ ابراهيم، راح تنحل ذاك الاسبوع. نعم.
معاملة ما جاية من بغداد وصار لها 5 شهور. معاملة شنو عزيزي؟ مالتي مال إصابة مالتي باسم فراس محمد. نعم. رابطت قبل أسبوع عن 3 هيش. نعم. فراس. رقم التاريخ رايح البغداد يعني. إيه رقم التاريخ 10/9/2023. يعني إحنا ما انطيناك خبر أستاذ فراس؟ ما أعطيتونا خبر، أعطيتونا خبر. إيه. إيه. أنا هسه أنت حضرتك يعني هسه هذه الاتصالات اللي قبل أسبوع للأسف انقطع الاتصال. إذا تحب راسلنا من خلال الصفحة أستاذ فراس، راسلنا من خلال الصفحة وأرسل لنا المعلومات بالتعليقات وإن شاء الله نستجيب لك. نعم نشاهد البث مالتنا وللإجابة على كافة التعليقات اللي تردنا إن شاء الله. الأخ قيصر عباس يقول نحن خريجين معاهد الزراعيين الغير معينين ومن ضحايا الإرهاب أنصفونا. أستاذ قيصر يعني إليك ولجميع المشاهدين ومتابعي صفحة مؤسس الشهداء أن موضوع التعيينات سابقا كان يدوي ومن خلال قوائم ترفع من خلال المؤسسة، أما الآن يعني كل الأمور إلكترونية وأي وزارة تطلق يعني تعيينات استمارة إلكترونية فإحنا فارضين أن كل وزارة بيها أيقونة خاصة لذوي الشهداء، فأي وزارة تطلق بإمكانكم التقديم وتقدمون من خلال أيقونة ذوي الشهداء. نعم ويانا اتصال أخت سحر من ميسان. ألو مرحبا. أهلا وسهلا مرحبا. بس أريد أعرف ايش قد منحة الشهداء ينقطع؟ منحة الشهداء؟ أي يعني شنو قصدك الراتب التقاعدي لو المنحة؟ ايش الراتب التقاعدي؟ الراتب التقاعدي من شنو أنتم شريحة ضحايا إرهاب نظام بائد؟ أي ضحايا إرهاب؟ ضحايا إرهاب لزوجة الشهيد ووالد ووالدي الشهيد يعني يبقى مدى الحياة الراتب، أما الأولاد أولاد الشهداء وبناتهم لمدة 10 سنوات. أي أحسن يستمر الراتب. أنا أفضل ينقطع يعني يكون ليش؟ المدة لأن يتقسم على 8 نفرات أو 9 فما كل فائدة. يعني هسه مثلا نوجه نقول قطع الراتب على الأولاد الشهداء؟ لا لا مو ينقطع يعني البالغين البالغين يعني حتى جاي يستلم راتبين. هذا هو يستلم راتب راتبين لكن بالمقابل انه اكو عوائل عندها بس هذا الراتب تباوع بس على هذا الراتب وممكن اكو عوائل انه 100,000 تفيدها. فاحنا الاخوه المشرعين يعني الاساتذه المشرعين لهذا القانون يعني هو استفاده للشريحه اكثر. فهو 10 سنوات اي 10 سنوات يعني اذا هم 8 اشخاص أي. الراتب يعني كل واحد ايش قد ياخذ؟ يعني 10 أشخاص ممكن كل واحد 100 وفوق 110 120. اي يعني شنو الفائدة؟ هو يستلم موظف ويستلم ويعطي راتب زايد خير. هذا 100,000 زايد خير يعني هم تسد لحاجة. لا ما نسوي وهم مال تقديم مال تمديد خدمة يعني نعم وصل عمره 60 صباح يعني هسه إذا هسه إذا تحبون أنتم على عائلتكم نقطع الراتب. لا لا شنو ان شاء الله يعني يستنى مراتب ما يستنى مراتب. هذا قانون هذا قانون لا بكيفي ولا بكيف المدير ولا بكيف الوزير ولا قانون من جهات مشرعه تشرع من قبل جهات مشرعه مؤسسه شهداء جهه تنفيذيه نفذت هذا القانون. زين تمديد خدمه تمديد خدمه شبيه موجود عادي ماكو اي مشكله فيه. زين هسه اني بلا تعيين ولا شيء، اذا انت عمرك 60 سنه شنو بعد تريد تمدد خدمه؟ هذا يحب الوظيفه اصراره وتفانيه بالعمل وكذا. زين خليهم فرصه للشباب اللي بعده. انتم يعني انا هسه قبل لا استقبل اتصال حضرتك انه نواهن على مساله التعيينات. يعني مساله التعيينات سابقا كانت يدوي على شكل قوائم. اما الان يعني بامكان اي واحد من ذوي الشهداء بامكان اي وزاره تطلق تعيينات. يعني اكو فرض على الوزارات وتوجيه وانما مو فرض العفو توجيه من الجهات العليا المختصه انه يصير ايقونه خاصه لذوي الشهداء ومثل ما تعرفون انه 15% لذوي الشهداء ضحايا الارهاب و10% للنظام البائد والحشد الشعبي فاكثر اي اكثر يعني تقريبا مكان ما خليت مكان ما خليت صايد وخرجت كليه ماكو تعيين. انت خرجت كليه؟ خرجت كلية إن شاء الله. هسه الأبواب مفتوحة وتبشر بخير. يعني قبل فترة فتحت بعض الوزارات تعيينات والآن إن شاء الله أكو أخبار أنه أغلب الوزارات راح تفتح تعيينات وإحنا نصيحتنا لكم أي وزارة تفتح تعيين قدموا بها عسى ولعل إن شاء الله تلقون فرصة التعيين لكم. ما خليت
خلينا مكان ما خليت عنده فاين وماكو تعيين. ان شاء الله خير، تابعوا يعني الصفحات الرسميه اللي خاصه بالوزارات تطلق تعيينات، والان قلت لك يعني الكتروني صار بعد ماكو فايل وكذا، من خلال حتى وانتم منازلكم تقدمون على التعيين، وان شاء الله تحصلون الفرصه. ان شاء الله ان شاء الله. الله يحفظكم، شكرا لكم لاتصالكم. نعم نعم ويانا اخ قائد من محافظه المثنى، حياك الله. السلام عليكم استاذ رائد عزيزي، اهلا وسهلا، مرحبا، كل الهلا. الله يسعدك استاذ. انا عندي قضيتين. نعم تفضل. القضيه الاولى، انا من ذوي شهداء النضال بعد، والدي عسكري. نعم. قدمت على المتراكم، وواحدة من الشروط اثبات العسكري اذا بزمن صدام تجيب تأييد من بلديه حتى هذا يثبت انه عسكري. تمام. انا جبت هذا لان تدري انت كيف ليش البيوت الله وكذا كل شيء ما لابس تمسك ولا دفتر خدمه ولا نموذج. زين. فجبت هذا الاثبات اللي من البلديات مال السماء ولا مؤسسه الشهداء، ورفعنا يقولوا لا اللي جيب دفتر خدمه. زين دفتر خدمه منين اجيب انا؟ زين. انتم شهاده الوفاه شنو مكتوب بها مهنه المتوفي؟ شهاده الوفاه هو ما يعني ما مكتوب بها، تدري انت بوقت صدام حتى شهاده الوفاه ما مسوين. زين حجه وفاه سويته؟ حجه وفاه بعد السقوط؟ ها؟ حجه وفاه بعد السقوط سويته؟ نعم. حجه الوفاه شنو مكتوب بها يعني المهنه او كذا؟ ما مكتوب بها شيء، ما مذكور. ما مكتوب. هي المهنه تنكتب اي تنكتب فقط بشهاده الوفاه، صحيح. مو هو يا استاذ العزيز، يعني هي هذه الضوابط والتعليمات من وزاره الدفاع وبين المؤسسه، انه غير يعني فد شيء يثبت انه هو عسكري. يعني احنا همينا لضمان حقوق الاخرين، هم يجي واحد مثلا شهيده لا عسكري ولا كذا وقال شهيد عسكري وماكو اي اثباتات يحس بعسكري، فهذا مو صحيح. فمهم من حقه، لان هذه مبالغ باهظه، فالوزاره او الاداره ما تقدر تمنع غير على فد شيء اساس. استاذ هي تعليماتكم هاي بس هم ما مطبقينها، يعني واحده من شروطكم كتاب تأييد من البلديات، احنا جبناها هذه التعليمات، يعني جبناها اشتغلنا بتعليماتكم. نعم. اي فهو يقول الا دفتر خدمه، زين انتم لو مثلا تقولون هذا الشرط ما يمشي، احنا المفروض نقعد ما نسوي معامله، بس انتم تعليماتكم هاي اشتغلنا بها. شنو اسم الشهيد؟ كاظم عبد السادة. كاظم عبد السادة. عبد السادة، اسم مقدم الطلب. رائد كاظم. ان شاء الله يوم غدا راح نتصل لك بالشعبه الخاصه بالرواتب الشهداء المتراكمه العسكريين، ونعرف شنو الاشكال او نعرف شنو السبب، ونعرف لك الطريق الاصح مثل ما نقول لانجاز معاملتك، ونعطيك الاجابه ان شاء الله في الحلقه القادمه، ونكون بخدمتك. استاذ بعد عندي قضيه وعلى السريع استاذ. تفضل بخدمتك. رحمة على والدك، احنا طرحت قضيه مال ذوي الشهداء وزاره الداخليه. نعم استاذ، هل هم يشتغلون بالموازنه؟ احنا يا ريت يعني رئيس المؤسسه يقدم طلب اضافه فقره تحويل ذوي الشهداء داخل وزاره الارض النقل، هاي ضمن الموازنه. يعني حتى تصير قانونيه. هي مو ضمن الموازنه استاذ، هي مو ضمن الموازنه فقره ويخلونها، يعني اكيد انه هذا يصير بها فد شيء رسمي، ويصير بها يعني تصويت ومجلس نواب وكذا حتى تصير تنضاف للموازنه. يا اخي مو بهالسهوله، احنا صوتكم هذا واصل استاذ العزيز، خلي اوصل لك فكره. ثق بالله انه هذا صوتكم واصل، والسيد رئيس المؤسسه متابع للبرنامج ويعني يتابع هاي الامور، والشيء الجدي والقانوني ما يقصر به لا رئيس المؤسسه ولا مؤسسه الشهداء ولا كل موظف بمؤسسه الشهداء. رحم الله والديك. وهذه اقل المطالب، وهذا اقل ما نقدمه لكم، لكن قانونيا فاحنا ان شاء الله نشتغل قدر الامكان قانونا، ما راح نقصر وياكم ان شاء الله. رحم الله والديك. احنا شنو احنا نتوصل لوزارة رئيس مؤسسة تنضاف فقرة، ورئيس المؤسسة لدرجة وزير يقدر يخاطب رئيس وزراء وزير الداخلية او اللجنة المالية. نعم. اضافت فقرة تحويل مثل الفقرة اللي انضافوها 2021، نفس الشيء صارت قانونية ومشى بها وتحولت الناس. احنا نفس الشيء، واحنا احق من ذولاك طبعا، احنا احق من ذوي الشهداء، احنا عندنا قانون نقل. ان شاء الله اخويا صوتك يصل واحنا بخدمتك. شكرا استاذ عزيز، شكرا لك ولاتصالك. نعم ويانا اخ حسين من محافظه بغداد، حياك الله. يطول بعمرك استاذ، الله يحفظك. الله يجزاك عزيزي، الله يحفظك. كل يا غاليك استاذ ميت، بس عندي موضوع صغير. تفضل. ذا فضلك، عندي اخوي ضحايه ارهاب. نعم نعم الله عليك. وعنده عنده عائلته بس الراتب، وعندهم ثلاث ولد. لحد الان باي مكان ادب التعيين مالهم من طرف شهاده الوفاه مالته ما حد يستقبلهم. وقدمت طلب الرئيس الوزراء
ما حد يقابلني، يعني ما ماكو اي شاره. يعني انت حضرتك افهم من كلامك انه تريد تعيين لاولاد الشهداء لولد الشهداء؟ اريد التعيين، ايوه هم ثلاثه، اي بس حتى لو واحد بيعدهم انا بنص الخير. ان شاء الله تكون دائما انت بنص الخير واولاد الشهداء بنص الخير، لكن هو يطول بعمرك يناني. يعني هو الفضل من الله، الفضل من الله، هو صاحب دين علي. نعم نعم، الله يرحمه والله يقدرك ان شاء الله لارجاع هذا الدين، وان شاء الله احنا وانت بخدمه الشهداء وبخدمه ذوي الشهداء. رحمه علي بيت الضحيه، ايش سووا بهاي الحاله استاذ؟ ان شاء الله ما يحتاج انه تسوي شيء، مثل ما نوهنا احنا قبل قليل وللاخوه المتصلين انه موضوع التعيينات الان، انه شكو وزاره تطلق استماره الكترونيه بيها حصه خاصه لمؤسسه الشهداء، فاحنا ننصحكم نصيحه، لا تقدمون ويا الناس، يعني تقدمون بالاستماره العامه، بالاستماره اكو حقول خاصه يسال بيها هل انت من ذوي الشهداء؟ من تنطي نعم راح يحولك على ايقونه يقول لك انت يا شريحه نظام بائد او حشد شعبي او ضحايا ارهاب. انت هنا شنو تختار؟ تختار حسب الشريحه، من ضحايا الارهاب تختار من ضحايا الارهاب، راح ايضا يحولك على ايقونه اخرى من تختار الشريحه، يقول لك رقم القرار او تاريخ القرار، تكتب له رقم القرار وتاريخ القرار، ممكن يقول لك يقول لك اريد رقم كتاب مؤسسة الشهداء. انت هنا شو تسوي؟ تجيب كتاب من مؤسسة الشهداء للوزارة اللي مانحت تعيين، لنفترض الى وزارة الصحة او التربية او التعليم او غيره، تعنون الكتاب الى وزارة التربية لنفترض، نؤيد لكم انه هذا الشهيد من المديرية، تخليه تحت اليد هاي من الوزارة تطلق تعيينات، راح تكتب له رقم الكتاب وتاريخه، ان شاء الله من تكون فرصة التعيين موجودة بس خدمة صغيرة وتروح تراجع. انا اريد اوضح لك وللمشاهدين ايضا بس خدمة صغيرة، زين شلون اعرف هذا التعيين انفتح لو ما انفتح؟ انت ما عليك الا متابعة صفحتنا، صفحة مؤسسة الشهداء اللي هي بالفيسبوك اسمها رئاسة الوزراء مؤسسة الشهداء موثقة بالعلامة الزرقاء، هذه الصفحة الموثوقة مال المؤسسة. ايش وقت ما تردون، ايش وقت تردون الاستمارة؟ ايش وقت؟ نعم احنا هسه قبل ايام نشرنا لخريجي السادس العلمي حصرا، لخريجي السادس العلمي انفتحت اكاديمية الاكاديمية البحرية، انه هذا ان شاء الله من يقدم بها راح يتخرج ضابط بحري، وخريجي الثالث متوسط ايضا يقدم على المعهد. استعارت ايش عندي؟ نعم عندي سادس اعدادي. ماكو، مو هي اعمار حسب اعمار مطلوبه. اي استاذ إيه حسب يعني الاعمار، يعني هي انه تحددت من 18 الى ممكن 24 هيك شيء. مضبوط، هو 18 أي. سنه عداني فوق 18 سنه. ماكو اي مشكله، الان هسه ادخل على صفحه مؤسسه الشهداء راح تلقى الاعلان. اقدر اقدم هالسنه؟ ماكو اي مشكله، تقدر تقدم، تراجع المؤسسه تاخذ التأييد، كتاب الترشيح يسمونه، حتى بعد يومين راح ينفتح الرابط، تقدم من خلال الرابط. احنا ننصحكم بمتابعه صفحتنا، لان كل النشاطات كل الاعلانات تنشر من خلالها. زين عزيزي انت يطول بعمرك. الله يحفظك، الله يخليك، شكرا لك كل اتصالك. نعم ويانا اخ محمد من محافظه ذي قار، حياك الله. الله محييك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله عزيزي. استاذ انا جريح. نعم على راسي. الله يسلمك. ورفعت موقف امني. اي وهاي راح يصير سنه كامله منتظر موقف امني، كل ما اروح وتعرف بعد جريح وعندي عائله. الصحه والعافيه لك. الله يعافيك، تسلم يا طيب. الله يخليك. كل ما ايش وقت اصابتك انت؟ 2003. 2003 ولا زلت لحد الان. شنو اسم حضرتك؟ محمد احمد حايش. محمد احمد حايش. حايف حايف حا يا ص حايف. اسم الام عطيه شلاقه. نعم عطيه. عطيه شلاقه. نعم نعم استاذ. وهذا عندي رقم العدد والتاريخ مال الكتاب اللي مرفوع بموقف عني، اللي صادر موقف امني من مديريه الشهداء ذي قار. نعم استاذ. شنو رقم الكتاب اعطيني اياه؟ العدد 142. 142 شو وقت؟ يعني 1/4/2. اي اي باي تاريخ؟ باي تاريخ؟ التاريخ 2023. اي 11/6. 11/6/2023. اي والله استاذ. ان شاء الله هذا ان شاء الله يوم غد راح يتم الاتصال بمديريه الشهداء ذي قار ونأكد على هذا الكتاب، ممكن إذا جاي بيرد خير على خير، ما جاي بيرد ممكن نسوي يعني نخليهم إن شاء الله يعملون كتاب تأكيد، لأن مثل ما تعرفون إنه هذا الموقف الأمني شوية شغلة حساسة، وهذا الكتاب يعني ما بي بس اسم حضرتك، بي 30 اسم تقريبا، فهنا عندنا الدوائر الأمنية تكمل ال 30 اسم يلا ترسل للمؤسسة، فإن شاء الله إن شاء الله جاي الإجابة خلال هذه الأيام،
وإن شاء الله أي إجابة بخصوص موضوعك راح يتم إعلانها بالحلقة القادمة إن شاء الله، تلقى الإجابة حاضرة. نعم أستاذ، والله بعد تعرف أنا قلت لك جريح نعم، وعنده عائلة وبعيد ومن الناصرية وكل شيء صعب عليه، تعرف بعد خدمتك خدمتك خويا، راح نكون بخدمتك وتشاهدنا بالحلقة القادمة تلقى الإجابة حاضرة. أستاذ أنا يمكن قلت لك بعد صار لي سنة كاملة والله نعم. كريم إن سهل. شاء الله سهلة إن شاء الله إن شاء الله عزيز. شكرا جزيلا عزيزي، شكرا لك ولاتصالك. نعم ويانا أخ ضياء من بغداد، حياك الله. السلام عليكم أستاذ. عليك السلام والرحمة. أستاذ على مود البدل النقدي فدوة. أي. يعني شهداء اثنين عمامي يعني، وتعرف هي البي بي تي يعني مقدمة عليه، فطاها دفعة أولى وبعد ماكو يعني، وقدمنا على الإنترنت. الشهداء كانوا متزوجين؟ أي الزابية. متزوجين. تمام، قدمتوا الدفعة الأولى، العفو الدفعة الثانية استلمتوا ولا لا؟ لا والله بعد قدمنا على الانترنت. قدمتوا على الانترنت ما اجتكم مسجات؟ لا والله بعد يعني. نظام بائد، حشد، ضحايا ارهاب؟ لا ضحايا ارهاب. ضحايا ارهاب. شنو اسم الشهداء؟ محمد كريم فهد. محمد كريم فهد صدخان. صدخان؟ ايه. والاسم الاخر؟ باسم كريم فهد صدخان. باسم كريم. اسم الام؟ اسم الام صبرية حسن سيد. صبرية حسن سيد. زين انتم باي تاريخ قدمتوا؟ والله هي من انفتحت يعني. يعني ايش وقت نقدر نقول؟ بشهر العاشر، بشهر التاسع، بالثامن؟ لا تقريبا بالعاشر استلمنا. بالعاشر. هم الان هسه الاستمارات استلمتوا الدفعه الاولى بالعاشر؟ اي يعني بذيك السنه استلمنا. زين ايش وقت قدمتوا على الدفعه الثانيه؟ قدمتوا استماره الكترونيه لو ما قدمتوا؟ اي قدمت يعني باي قبل 3 ايام قدمت. ها قبل 3 ايام قدمت على الدفعه الثانيه. اي اي زين كنا ما ندري يعني قدمت. باو باو صديقي باو عليه. موضوع التقديم هسه يعني، هو تعرف الاستماره الالكترونيه انطلقت من عده اشهر. اي فموضوع الاستماره الالكترونيه يعني الهدف من يم التقديم من خلال الاستمارة الإلكترونية هو أولاً التقليل من كاهل المواطن، وحتى لن نعطي مجال للمتربصين والمعقبين وغيرهم استغلال ذوي الشهداء بخصوص ترويج معاملة البدل النقدي. يقول لك انطيني من يمها مليون، 500، ما أعرف يعني شنو كذا. فهذا الموضوع احنا نهيناه من خلال الاستمارة الإلكترونية. موضوع الاستمارة التقديم كالآتي، يعني أنت هسه حضرتك مقدمت بالاستمارة الإلكترونية، هذه راح تصعد بالنظام بوابة أور، من بعد بوابة أور اللي هي بقسم شؤون المواطنين راح يتم النظر بها، يتم الموافقة عليها، بعد فترة راح يجيك مسج عن طريق رقم الهاتف اللي أنت تركته، يقول لك الآن معاملتك في الدار الإدارية والمالية، بعدها بفترة يعلمونك أيضاً أنه معاملتك خرجت من الدار الإدارية والمالية بقسم التوثيق، بعد إتمام المعاملة من هذه يعني الفقرات، راح يقول لك الآن مراجعتك إلى مديرية شهداء، أنت حضرتك وين؟ الرصافة أو الصدر أو الكرخ، لترويج معاملة البدل النقدي. فهذا الموضوع إن شاء الله راح تجيك مسجات خلال هذه الأيام، لأن هسه حاليا دا يشتغلون باستمارات الشهر العاشر حقيقة لحد الآن. نعم يعني هي كبيرة بالعمر، عمرها 75. هو أنت طالما ذاكر ذاكر من كبار السن يعني هسه، فهي الثانية ذن الدفعات حتى بكن يعني إن شاء الله. أنت أهم شيء ذكرت إنه يعني كبار السن وساكني الإيجار. أي والله أريدك يعني إن شاء الله شوية تسعين. إن شاء الله بخدمتك عزيزي. والله لا يسمعونا يعني. إن شاء الله إن شاء الله مناشدتك تصل وصوتك يصل وإحنا نكون بخدمتك. الله وعلي. عزيزي شكرا لك ولاتصالك. نعم ويانا اخ رياض من محافظه بغداد. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ فدواني يعني ولا ما اريد اخذ من وقت البرنامج، عندي سؤالين. السؤال الاول، انا خالي شهيد بزمن النظام البائد. نعم. بسنه 78 استشهد. اي الله يرحمه. اي الله يرحمه. يعني سالته قبل فتره، خابرتك العام يعني قبل ما تسعة سنه، فقلت على مود المتراكم مال الكسب، رواتب المتراكم مال الكسب. أي. فقلت لي بدايه السنه يعني هسه ايش اللي ماكو؟ هو باي سنه استشهد؟ 78. احنا راجعت بالمعامله، قالوا لك الاولويه ومعاملتنا كامله. أي. وطلعوا المبلغ الكامل. ولحد الان ما استلمتوا الدفعه الاولى؟ لحد الان ما استلمنا الدفعه الاولى. شنو اسم الشهيد؟ اسم الشهيد رياض كمال حميد. رياض كمال حميد.
مقدم الطلب منو؟ نوال كمال حميد. نوال كمال حميد. اي والله استاذ. الاستشهاد قلت لي سنة 1978، يعني من البداية من الأوائل احنا. اي اي متراكم الكسبة. اي نعم استاذ. نعم ان شاء الله يوم غد راح يتم يعني ميدانيا زيارة شعبة الرواتب المتراكمة للكسبة ونشوف موضوعكم. أيها. هذا شنو تلقى الإجابة حاضرة الأسبوع القادم. زين استاذ السؤال الثاني يعني. نعم. حتى ما اخذ من وقت البرنامج. لا خدمتك. انا اريد اراجع. لا خدمتك اريد اراجع. أي. بس المشكله وين اراجع؟ يعني اروح المدير السعودي الكاظمي نفسه انت راجع فيه لو نقلوها وين؟ لا وين؟ مو انت تريد تراجع على هذا الموضوع لو غيره؟ لا هو على هذا الموضوع. انت اذا على هذا الموضوع احنا راح نكون بخدمتك وبنفسنا باكر راح نراجع لك على هذا الموضوع، احنا ما نريد نتعبك. واذا تريد تقول انا اريد اتعب واريد اراجع فدارة شهداء ضحايا النظام البائد موجودة بالكرادة بالمربع الرئاسي مجاور جسر الطابقين، يعني مو بالعامة قبال العامة تصير دارة النظام البائد. هذه الشعبة اللي خاصة هناك شعبة الرواتب المتراكمة، بإمكانك مراجعتها هناك وتقدر يعني تاخذ الاستفسار. معاملتنا هي بالكاظمية شهداء الكاظمية. اعرف بالكاظمية عزيزي مو اللجنة المركزية هنا أنا بالكرادة. وين بالكرادة بالضبط؟ قلت لك جسر الطابقين. جسر الطابقين مجاور جسر الطابقين بالمربع الرئاسي، يعني مو بالمؤسسة العامة. لا مراجعها قبل أن دلها. أحسنت. فإحنا ما نريد نتعبك. وأنا هاي العد أخليها على الله وعليك. أنا بنفسي يوم غد إن شاء الله راح أشوف لك الموضوع جديا وجها لوجه وننطيك الإجابة إن شاء الله في الحلقة القادمة. ماشي. وإذا أردت تراجع أستاذ، وإذا أردت تراجع ماكو مشكلة، الأبواب مفتوحة لك وبإمكانك المراجعة. أستاذ فدوى أكو دا يقولون يعني لا تروحون للكاظمية راح ينقلوها الحي الإعلام أو البداية. أي. أي بعد الحد الآن هي هسه يعني تقريبا يعني إن شاء الله خلال هاي الأيام راح يستقرون بالأماكن الجديدة. يعني هاي ما نروح للكاظمية بعد. لا لا ماكو مراجعة بالكاظمية حاليا. ماكو. قالوا هي يم الإعلام بالبدالة ما ضحايا الإرهاب. هاي ما ضحايا الإرهاب والنظام البائد. النظام البائد والحشد الشعبي راح تكون بالبياع. يم المحكمة مقابل المحكمة. نعم. أي. أحسنت. أحسنت. أستاذ فدوى أنا أنتظرك يعني. بخدمتك عزيزي. وإذا أنا خاف تنصحني أريد أراجع أروح لهناك. تروح هناك والأبواب مفتوحة وأيضا نكون بخدمتك. استاذ واسجل رقمي يمك يعني خاصي يعني. لا لا هو قلت لك احنا ان شاء الله يعني تتابع برنامجنا راح تصير الاجابه تلقاها بالسبتايتل اسفل الشاشه. هسه اذا شاهد البرنامج اكو اجابات جوه ان شاء الله صايره بالشريط الاصفر تلقى الاجابه حاضره. الله يحفظكم عزيزي. شكرا لك ولاتصالك. الله يحفظك. نعم ويانا اخو سناء من بغداد. حياكم الله. اهلا وسهلا. مساء النور حضرتك. الله يحفظكم. تحياتنا لكم ايضا. نشكركم على هذا البرنامج يعني. الله لا بالعكس بالخدمة أقل ما نخدمه. سلام يا ورد أنت. نعم. أستاذ أنا أيضا من الأخ سبق إنه طرح لي نفس المشكلة اللي كان اتصال بها. نعم. النقد يعني أنا وين صار إن إحنا نقدمنا منه 14/10. 14/10 شنو قدمته؟ هو النقد بدل النقد. بدل النقد. نعم. بدل ايش قدمتي؟ استماره الكترونيه؟ اي نعم. تمام. هو انا هسه ذكرت قبل قليل يعني الاخوه المتصلين انه الان بوابه اور او الشعبه المكلفه بالبدل النقدي بالاستمارات الالكترونيه بلشوا هسه الان يشتغلون بالاستمارات اللي قدمت بالشهر العاشر. فان شاء الله راح تجيكم مسجات خلال هذه الايام انه يقولوا لكم انه الاستماره مالتكم الان او طلبكم او معاملتكم بالدار الاداريه والماليه او مراجعه المديريه حسب الرقعه الجغرافيه. طيب عندي سؤال ثاني. نعم. نقلت الدائره اللي مؤسسه دائما بالكاظمية نقلوها للحيل الاعلام، يعني عندنا احنا هوايه اشغال هوايه بس ما اعرف حيل الاعلام وثانيا لا بياع ما اعرف ايش. شو هي مديريه شهداء الكرخ اللي بالكاظميه يعني بسبب الزخم الحاصل بهذه المديريه وكثره العوائل اي يعني صارت البنايه اكبر واوسع ان شاء الله حتى تستقبل ذوي الشهداء اكثر. انه قسم ضحايا الارهاب راح يكون في حي الاعلام قرب البداله وباقي المديريه اللي قسم نظام البائد والحشد الشعبي وباقي مفاصل المديريه راح تكون بالبياع ان شاء الله قرب المحكمه. وايضا راح ننوه ان شاء الله مستقبلا صفحاتنا الرسميه بالاماكن بالمضبوط أذكركم. ان شاء الله. شكرا لكم لاتصالكم. نعم. نعم ويانا اخت مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذي؟ اهلا وسهلا مرحبا. الله يبارك فيك. استاذي عندي اخويا 31/3/91 نعم يوم سبت العصر اخذوه من البيت. نعم.
فمن اخذوه بعد لا ندري به وين الى صار السقوط، واحنا ماكو دورنا كل مكان ما حد اعطانا خبر عليه. تمام. بس اللي اخذوه هو قوات امنيه وقالوا مخابرات. تمام. طبوا للفرقه الحزبيه وطلعوا شدوا عيوننا واخذوه. تمام. فمن ذاك يوم هذا يوم ماكو صار السقوط، دورنا بالكاظميه يعني اضابير ما يطلع اسمع الحاسبه. أي. ماكو الى عندي اخ واحد توفى وراء بالانفجار، فقمنا ما راجع ايتنا. نعم. نعم. بس والدي بال 2010 قام دعوه بالمركز مال الشرطه من نفس المنطقه اللي اخذوه. نعم. قمنا دعوه عن نظام البائد. ومن ذاك الهاي ولم طلع الى بعد شهاده وفاه عفنا، لان ما عندنا حد، اخوي استشهد وما عندنا حد يراجع. هسه انتم لحد الان ما عندكم لا شهاده وفاه ولا حجه وفاه ولا مقدمين لاي معامله. كل شيء بس بلغنا المركز وجبنا. نعم. شهود حلفه وقران بانه المنطقة. زين. يعني اجيب لك 100 شاهد المنطقة اللي نعم علينا من ناخذه. هسه انتم يعني كل لحد الان كل شو ما مسوين بالمؤسسة؟ بس لا بس قمنا دعوة بالمركز. تمام. وقمنا دعوة. زين. مع النظام. انتم مو انتم يعني بعد هذه مو هي خطوات حقيقة انه. نعم. الخطوة الاولى انتم هسه بعد ما قمتوا دعوة هسه. نعم. الان عليكم انه تصدرون حجة وفاة، تروحون للمحكمة. نعم. المحكمة حسب الرقعة الجغرافية وين ساكنين حضراتكم تراجعون من اخذون. لا أن... بغداد. نعم نعم. اي وين يعني مثلا. نعم. نعم. باي منطقه وانتم هسه وين. نعم. تبلغون وياكم شهود اثنين انه. نعم. اجت قوات امنيه بذاك الوقت بزمن هدام انه اعتقلوه. ايه. راح يصير يعني شخص امام القاضي راح. نعم. يشهدون بهذا الموضوع راح توفونه، راح يصير متوفي واعتقل بتاريخ كذا وكذا، هذه راح تعتبر عندكم وثيقه رسميه مهمه للتقديم على مؤسسه الشهداء. الخطوه اللي بعدها. نعم. شكو شيء مستمسك، شكو شيء يثبت انه هو اعتقله. اترف عندنا كتاب من دائرته كاتبين بتاريخ 31/3/91 غاب عن الواجب. أحسن. ولم تطلب اي جهه امنيه سوى علمنا من ذوي انه القول. احسنتم احسنتم، هذا هم راح يفيدكم وثيقه اخرى. الخطوه. نعم. الثالثه، الخطوه الثالثه انه تروجون معامله شهيد. نعم. اللي هي عن طريق المؤسسه. انت حضرتك وين ساكنه هسه؟ أنا بغداد. وين ببغداد؟ بالدورة. تراجعون إلى مديرية شهداء الكرخ، إن شاء الله بعد أسبوع راح يعني يستقبلون المواطنين بالمقر الجديد. تقدمون هناك معاملة شهيد، راح يودوا ينطونكم عدة كتب، هذه الكتب بيها للمحكمة وبيها للنفوس وبيها يعني بعض الجهات، بس أنا شنو هسه اللي إن شاء الله راح أطلبه من يمكم؟ راح آخذ اسم الشهيد واسم. نعم. أم الشهيد. ممكن. نعم. نلقى اسمه بشعبة العفو بقسم الوثائق والأرشيف اللي عندنا موجود. دورت راجعت هواي. راجعت عندنا بالمؤسسة؟ أي المؤسسة اللي صير يم الطابقين أكو يشفد مدخل. أحسنت. أي صح. رحنا ما لقوا اسمه وطلبوا من المالية مصادرة أمواله، ما لقوا اسمه. ما لقوا وبالداخلية هم لقوا اسمه؟ هو بالداخلية يداوم، هو منتسب كان بالداخلية. تمام تمام. لعد أنت. نعم. تسوي هذه الخطوات اللي قلت لك عليها وتقدمون معاملة. وهنا راح يكون الاعتماد على الشهود فقط. اي المثول امام قاضي المؤسسه، قاضي اللجنه الخاصه، المثول امام القاضي للشهاده بخصوص هذا الموضوع، وان شاء الله يتم المصادقه عليه كشهيد وتستحقون كافه الحقوق الماديه منها والمعنويه. زين، وسؤال لاخ، عندي اخ. نعم. شهيد ضحايا ارهاب. اي وطلع اسمه بالوجبه مال البدل النقدي صار قد 5 اشهر. أي. وكل ما نروح للمؤسسه اللي بالكاظميه كتل، يعني زوجته وبنته هم خطيه. أي. يستحقون لان هو راح حتى ابنه وياه. نعم. وكل ما يروحون كتل الزحام والحد هسه ما ماخذين القصه الاول. هو احنا قبل قليل نوهنا على هذا الموضوع، الان مديريه شهداء الكرخ، مديريه شهداء الكرخ متوقفه عن استقبال المواطنين لان راح ينقلون بغير مكان. زين، هم سؤال ولو تعبكم. لا، بخدمتكم. تكونون ذخر للوطن ان شاء الله. عندي بعد عمه اولادي شهيده. أي. وكانت بال 2004 شهيده. أمها كانت موجودة، يعني ما مسوين راتب ولا شيء، توفت أمها بال 2011. نعم. فكلهم قام يحكون علينا، قالوا هي ما متزوجة وانتو تستحقون الأخوان والخوات، الأم والأب متزوجين. أي نعم. منو هسه اللي الموجود من الشهيدة أخوانها وأخواتها موجودين؟ أخوانها وأخواتها يروجون معاملة واحد. نعم. من يومهم يكفي يروج معاملة. فمن بدينا هسه بالمعامله. وصلت المعامله ضحايا الارهاب الاوراق التحقيقيه. نعم. من مركز الشرطه بتكريت هو كان الحادث. نعم. لان وظيفتهم كانت هناك. فيقولون احنا داعش من دخل لضابير احترقت. اي يزودون كتاب رسمي. قالوا فحصلنا اوراق اكو بالمحكمه. من المحكمه اكو اوراق يعني رسميه، واحنا عندنا من كل شيء مستنسخ بالبيت.
من كل شيء، حتى الصك اللي استلمنا به التعويض عندنا رقم الصك. يعني هسه بهيك حاله شلون نروج المعامله؟ يعني تمشي اذا هاي الاوراق بالمحكمه؟ ماكو اي مشكله، انتم اذا الجهه اللي قالت لكم كل الاوراق يعني صارت بداعش احترقت وغيرها، خلي يزودونكم بشيء رسمي كتاب. لا بس رسمي. فقط مركز الشرطه. مركز الشرطه مو مركز الشرطه اي مركز الشرطه ممكن يعيد اي اي ممكن يعيد اوراق التحقيقيه، ممكن موجوده نسخ بها بالقياده، قياده الشرطه مال صلاح الدين. احنا عندنا نسخ عباره كامله، عندنا كل هذا هو لعد على ضوها تقدرون تقدمون، على ضوها تقدمون المعامله. ربي يحفظكم. الله يحفظك بالخدمه. تسلمون بالخدمة. ممنونه. لا العفو، خدمتكم خدمتكم. شكرا لله. الله يحفظكم. هلا شكرا هلا بيك. نعم ويانا اخ احمد من نينوى. قطع الاتصال من اخ احمد. نعم عندنا اتصال اخر؟ ما عندنا اتصال، نرجع نجاوب على التعليقات. يقول صوتوا عين صوتنا للسيد النادي قانون مؤسس الشهداء الفقره 16 الماده 17 استثناء من القوانين عند الحصول على شهاده اعلى او مساويه من زون مجلس شورى الدوله. ان شاء الله صوتك يصل استاذنا العزيز امين. واي شيء بالقانون يستحقونه ذوي الشهداء ما تقصر به المؤسسه. نعم نعم ويانا اخ رحمن من محافظه ذي قار، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سلام لك، الصبح اتصلت بيك. اي اسم الشهيد سامي عنايم شاري. سامي عنايم شاري. نعم. اي بخصوص مصادقه انتم. نعم. اي انتم هنا ايش عندكم؟ احنا هسه طبعا اذا تشاهدنا من خلال البث راح تلقى الاجابه حاضره. استاذ انا شفت الاجابه ولا واخذ من وقتك. لا بخدمتك. شوي المعلومه. بخدمتك اي تفضل. هذا مرضي. بس للمعلومه توضح لي اياها. المعلومه اوضح لك اياها. بالنسبه للشهيد سامي عنايم شاري يقول يعني احنا اتصلنا حقيقه بدائره اللجان، قسم اداره اللجان. موضوعكم يسمونه وفاه. يعني وفاه حينيه يسمونها. لحد الان هذه اصحاب الوفاه الحينيه لحد الان يعني ما صايره بيها في الضوابط او في الشغلات، تحتاج ضوابط اكثر للقوانين حتى يتم المصادقة عليها. وإذا تحب أنه أنت حضرتك تراجع اللجنة الخاصة ببغداد، هم أيضا راح يفهمونك أكثر، وراح يعني حتى تصير أمام أنظارك المعاملة. وإذا تحب أي. أنا أستاذ قبل شهر أو شهر ونص طلبوا من عندي شهود ورحت لبغداد. أي فقالوا أكو على أساس قانون ما أعرف شنو، وهل منتظرة؟ أي هو نفس الكلام، انه هي قلت لك، انا ايش قلت لك بالبدايه؟ محتاج لها بعض الضوابط القانونيه بس يصدر تصدر هذه الضوابط ان شاء الله. اكيد اكيد اخي العزيز، كل حق حقه، لكل ذي حق حقه. فاحنا ان شاء الله نشتغل لذوي الشهداء بالقوانين، ومثل ما ذكرنا قبل قليل شكو شيء لذوي الشهداء بالقانون ناخذه ونجيب الحق لكم ان شاء الله. ان شاء الله الله يحفظك. الله يحفظك. فان شاء الله خلال هاي الايام القادمه ايش وقت ما تحب تشرفنا تتصل بينا، تشرفنا هنا ببغداد ونكون بخدمتك ونشوف لك الاجابه ونتابع لك معاملتك ايضا. الله يحفظك عزيز عزيزي، شكرا لك ولاتصالك. نعم ويانا الاخت ام علي من محافظه بابل، حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يما اريد اسال على مال المتراكمات. نعم. احنا قدمنا من 2007. ايه شهيدكم أي. شنو نظام بائد ضحايا ارهاب يوم؟ لا نظام بائد. نظام بائد متراكم. شنو الشهيد كان عسكري؟ عسكري اي والله يما. اي قبل فتره احنا قدمنا قالوا انتم بالوجبه الثانيه. اي ماكو ما حصلنا كل شيء. اي وراها بفتره خابري قالوا لي تسلسلكم 142. اي أي. ولحد الان اليوم خابرت يقول لي بعد سنتين ثلاثه يا الله تسلم. شنو اسم الشهيد يوم؟ اسمه مهدي صلاح براوي. مهدي صلاح براوي. ومقدم الطلب يوم احنا مكمليها بس على الاستلام. اعرف غير اشوف اعرف مقدم الطلب منو حتى انا انطي المعلومات كامله وينطوني الاجابه مقدم كامله. الطلب باسم اسماء مهدي. اسماء مهدي. نعم صار يوم غد ان شاء الله. وأخوها علي. ماكو اي مشكله. علي. علي مهدي ايضا. اي ان شاء الله يوم غد راح يتم الاتصال بشعبه الرواتب المتراكمه للعسكريين،
ونفهم الموضوع ونشوف انتم باي وجبه وباي سنه ممكن يصير الصرف لكم ونكون بخدمتكم. اي والله شكرا جزيلا. ان شاء الله تشاهدونا بالحلقه القادمه تلقون الاجابه حاضره. شكرا لك ولاتصالك يمه. نعم. ويانا اخ محمد من ديقار حياك الله. استاذنا على متفاقم الحالي. اي. استاذ انا اكثر من مره جاي اجري بغداد لا اقدر اقابل ولا شيء، انا من ضحايا الارهاب يعني فات 2003. اي. فخذيت رقمك قبل فتره وهم ماكو حل تعالوا نتفق عليكم. تفاقم حاله، انت شنو قدمت على تفاقم الحاله؟ قدمت وانسدت ولها سنه دودي صار لي تقريبا هاي السنه الرابعه. لا بس من رخصتك انه اذا مقدم واذا انسدت، يعني انت اذا يجوز جاي تقدم وانسدت وبعد ما قدرت تقدم. واذا مقدم يعني ذاك بحث اخر انه انت ماشي طلبك. استاذ انا قدمت حولوني علجني دخلت علجني. اي اللي جان شنطتك؟ قال اللي جان بالمحافظه طبعا تذيقها. اي ايش قالوا لك؟ اعطوني نسبه. اي اعطوني نسبه رجعت لهم على مود يطيفونها وين المعامله؟ من رجعت لي؟ أي. قال انت لازم تروح تروج معامله. رحت اروج معامله من جديد. قالوا شلون يا مال عدم معكم وهاي السوالف مع ما منظم الحزب. زين اخر شيء انت شو وقت راجعت؟ راجعت قبل تقريبا 6 شهور ولحد الان ثانيه تنفتح عسل العيال يقولون ما موجوده بالنصيحه. باوع صديقي تروح للجنه الفرعيه مالتكم اللي بذيقر، اللجان الفرعيه اللي بالمحافظه. تمام استاذ. من خلال اللجنه تقدم على تفاقم الحاله. تقدر. قدمت قبل 3 سنوات تشي وسويت بس هسه سقط الدرجه لازم رحم الوالدك قبل 3 سنوات لو انا اقول لك باكر تروح تقدم. اذا قبل 3 سنوات صارت كورونا وراحت كورونا وقبلها لا لا ورا كورونا اي يا اخوي انا جاي اقول لك باكر تروح تقدم باكر تروح للجان الفرعيه مالتك ممكن طبعا. واذا مو باللجان الفرعيه تراجع مديريه الشهداء ذي قار يقدمون لك طلب الى دائره الضحايا الارهاب يرفعون لك الطلب مالتك الى دائره الضحايا الارهاب اللي ببغداد لغرض تفاقم الحاله مفاتحه اللجان الطبيه حتى تروح تنعرض ثاني مره للجان الطبيه وانطونك نسبه حسب الاصابه. تمام استاذ. يعني ببغداد انعرض لو هنا بالناصريه؟ لا بالناصريه شكو ببغداد بس ممكن الطلب يتحول لبغداد حتى يصير يعني من جهه اعلى توجه اللجان الطبيه. تمام تمام عزيز تمام عزيز مشكلة. شكرا لك ولاتصالك. نعم ويانا اخ احمد من محافظه دياله حياك الله. حياك عين استاذ عزيزي تفضل. السلام عليكم. عليك السلام والرحمه. الله يحفظك استاذ بس اريد اقدم يعني تظلم او هيك شيء. تفضل شنو عندك؟ اي الله يسلمك. انا والدي عقيد ب 2009 استشهد. الله يرحمه. ارحم والديك. من 2014 اقدم لوالدتي لحد 2023 على على الحج عن طريق مؤسسه الشهداء دياله. والى هاي اللحظه ما طلع اسمها وعلى الرغم انه انا عندي يعني كل الوصولات اللي تثبت عندي مال التقديم مال 10 سنوات. وهي يعني عمرها 63 سنه. قبل 10 سنوات ما كانت اكو وصولات استاذ احمد عزيزي. استاذ من 2014 عندي الوصل موجود يعني الاستماره اللي قدمت لها استماره اي واحنا الوصولات هذه صارت قبل 2-3 سنوات تقريبا بالزايد 3 سنوات صارت بوصولات احنا مو 10 سنوات عندنا 3 سنوات من رخصك 3 سنوات او 2 صارت ايقافات تداعيات كورونا مو صحيح هذا يعني احنا ان شاء الله نطلب من يمكم انه تكون المعلومه بصوره حقيقيه حتى شنو يتسنى للمؤسسه متابعه طلبك او متابعه موضوعك وايضا حتى هم من جاوبك بصوره حقيقيه وجديه. بارك الله فيا عزيزي موضوع قرعه الحج انا هسه اختصر لك الموضوع وفهمت موضوعك. موضوع قرعه الحج اي واحد يقول لك انه مثلا جماعه بدون قرعه او غيره او كذا. نعم. يعني هو موضوع القرعه موضوع الحج كله قرعه. واكو نعم. اختيار على يعني وجه معايير مثل ما نقول او من ضمن معايير نعم. تصير نعم. ويطلع وهي اولا واخرا هي عزيمه من رب العالمين صح طبعا أي. ورزق هذا احسنت رحم الله والديك فانت نعم. هذه السنه ما طلع الاسم قبلها ما طلع تعرف اعداد الشهداء كلش هواي وزخم صح. بالمقابل الحصه قليله مال مؤسسه الشهداء نعم. يعني انا نعم. هيئه الحج خو ما تعطيني حصه على عدد اعداد الشهداء اللي موجودين عندي هم ما ترهم صح فاحنا نشتغل مثل ما نقول الجود من ما موجود
حسب الحصة المخصصة لمؤسسة الشهداء، بالإضافة مؤسسة الشهداء عندها ثلاث شرائح ترعى نظام بايد وحشد شعبي وضحايا رهاب. فاليوم أنت اليوم من ما طلع الاسم يعني ما يعني ما حالف الحظ للأسف. بالإضافة أنه إحنا يوم غد راح نشوف لك الاسم ونشوف يجوز مدى أنت يجوز يعني هاي قصدتها العشر سنوات انه ما يجوز خاف ما داخله بالبرنامج انه خاف ما مرفوعه من دياله. زين انا استاذ مثلا اريد اراجع يعني وين راجعت دياله شنو قالوا لك؟ وين المؤسسه مال دياله؟ اي يقول له روح لبغداد. تعال لبغداد تجي لجنه الحج موجوده ببغداد بالكراده بالمربع الرئاسي بدائره الضحايا النظام البائد. يعني احتاج اراجعاني لو انت مني يمك لو شلون استاذ؟ انا ما اريد اتعبك، مؤسسه ذكرت لك قلت لك اخذ الاسم ماشي يعني. ونتابع لك ونكون بخدمتك. اعطيني اسم الحجية. كفاح حسين مهدي. كفاح حسين مهدي. كفاح حسين مهدي. شنو اسم الشهيد؟ شاكر محمود شبيب. شاكر زوجة شهيد؟ نعم. تمام ان شاء الله يوم غد راح اشوف الشعبه اللي خاصه اللجنه اللي خاصه بالحج ونشوف هذا الاسم، اهم شيء يكون موجود بالنظام. وايش قد عمرها هي؟ العمر شنو؟ ايش قد عمرها هي؟ عمرها مواليدها شنو؟ مواليدها سنة. مواليدها ايش قد؟ مواليد 61. 61 اوكي. شلون اخذ الاجابه من عندك ان شاء الله استاذ؟ ان شاء الله تشاهدنا بالحلقه القادمه راح تلقى الاجابه حاضره اسفل الشاشه. بارك الله بك عزيز. وجزاك الله عزيز شكرا لك ولاتصالك. الله يحفظك. نعم نعم احبتنا المشاهدين، وصلنا وياكم طبعا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ما عليكم ان شاء الله متابعتنا ومتابعه الاجابات اللي وردتنا خلال هذه الحلقه. ان شاء الله في الاسبوع القادم الحلقه القادمه يوم الاثنين القادم الساعه 8 مساء. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، كان معكم ميثم الصالح.